أما بداية حلقتنا لليوم رح تكون مع روى أبو درغام، وهي اختصاصية تغذية، واليوم رح تحكي حول الصوم المتقطع وكيفية تطبيقه بشكل سليم ومفيد، وبتعمل على تصويب بعض الأخطاء الشائعة حوله. شرفتينا روى، وأهلا وسهلا فيك. بصوار لكم وللمشاهدين. أهلا وسهلا روى، شرفتينا. روى، الصوم المتقطع صاير موضة هيدي الأيام وعم يمشي حاله تقريبا مع الكل. تعرفينا شو هو الصوم المتقطع وشو هي فوائده؟ أول شيء بدنا نتفق إنه الصيام المتقطع المتعرف بـ intermittent fasting هو منه دايت، يعني هو نظام حياة بيجي مع الدايت، بسرع شوية الطريق عنه، لأنه هو بشغله كيف بيشتغل بالجسم بيساعدنا شوية إنه نخسر دهون بشكل أسرع من ما نكون بس عاملين نظام غذائي بس كدايت، إذا كان كيتو أو كان خالي من الجلوتين أو أي نظام كان، بيترافق مع الـ intermittent fasting لنسرع الطريق، مثل نقول إنه طريق عبور أسرع تكرمل نوصل أسرع للوزن اللي نحن اللي بدنا هو. هلا المتعارف عليه صار بين 14 ل 16 ساعة، المفروض يكون هو الصيام ل 16 ساعة، ناكل بس خلال 8 ساعات بالنهار. خلال هول ال 16 ساعة فينا نشرب مي، أي مشروبات ساخنة، ولكن بدون إضافة أي سعرات حرارية، إذا كان من محليات، من كريمر، لأنه بصيروا يبلشوا إنه تنقطع هذا الوقت، خلينا ناخد شوية نسكافيه أو البلاك كافي، بس إنه منزيد لنوس حليب أو شوية كافي ميت يمكن بس أكسلها طعمتها، هيك بنكون نحنا كسرنا بالصيام. بس ما فينا ناخده بس كدايت، إنه أنا باخد بهول 8 ساعات الأكل اللي بدي إياه، لأنه عنده 16 ساعة صيام يعني رح أخسر وزن. طيب روى، اليوم الأشخاص اللي بدهم يعملوا الصوم المتقطع، هل يا ترى ضروري يكون عندهم مثلا أمراض معينة ما بيقدروا يعملوا فيه صوم متقطع؟ يعني إذا عندهم أمراض مزمنة. صح. هلا نحن ما فينا نلزم حدا بهيدا النوع النظام، لانه في ناس ما فيها، يعني اللي بتوعى مع اولادها من الساعه 6 الصبح وما بتنام غير ل 12 بوعوا اولادها بقلب الليل، طيب كيف تقدر تهدي 16 ساعه بلا اكل؟ اللي بياخذ دواء الصبح على الريق ومفروض يتروق بعد الدواء كمان ما فينا نجبرهم، اللي عنده أسيد بالمعدة أو عنده قرحة حرقة كمان ما بيقدروا، اللي عامل أي عمليات ربط معدة قص معدة أو أي نوع من الباي باس كمان هو مجبور كل ساعتين يمرق وجبة صغيرة كمان لما ينزعج إذا أخذ كمية كبيرة. في حالات معينة نحن ما فينا نفرض عليها هيدا النظام، بس اللي بيقدر هو بحس أنه بيرتاح بهيدا النظام لأنه عنده وقت محدد يأكل فيه بخفف كثير من اللقمشات، يعني هي نوعا ما بتصير من عشيه اللقمشات خلال السهره، وخصوصا هلا بالشتاء يعني سهراتنا طوال، بيروحوا كثير بيلجأوا بيصيروا لشيء يتسلوا، فهيدا النظام هو بحد لهم من هيدا الوقت، خلاص وصلنا لهيدا الساعه ممنوع بقى ناكل، بيصيروا يوقفوا هيدا الاكل. هلا اغلب اللي يمكن الاشخاص ببلشوا مثلا بيوقفوا اكل على الساعه 8 بالليل او 9، لتاني يوم لساعة 1 يمكن الظهر، بس يبلشوا ياكلوا بيكون في وجبات رئيسيه لازم يعتمدوا عليها روى؟ هيدا اللي حكيته انا باول حلقه، انه ما بدنا نحن نفكر انه معنا هول 8 ساعات ناكل اللي بدنا اياه، لانه مثل ما ملاحظ بشهر رمضان الكريم في كثير ناس بتقول انه ما هو ذاتها يعني عم نصوم 16 ساعه وناكل خلال 8 ساعات، في ناس بتحط هدف براسها انه خلال شهر رمضان انا بدي اضعف، بيخلص شهر بتكون نصحانه، يعني هي نظام نحن بهي 8 ساعات كيف عم ناكل؟ اذا اكلنا اكل عالي بالسعرات الحرارية ال 16 ساعة وال 24 ساعة ما حتكفينا بقى لنخسر وزن، فنحن بدنا نكون عم نعرف كيف ناخذ خلال هول 8 ساعات، وغير انه بعد انا مثلا كثير صغير اذا عندنا خزنة بالبيت لنضب فيها اشياء سمينة عندنا بالبيت، ما حنجي نضب فيها عدس ومعكرونة، جسمنا ذات الشيء عنده هول 8 ساعات بدنا نغذيه بهول 8 ساعات ليقدر يضاين ال 16 ساعة، لأنه هو خلال هول 16 ساعة عم يحرق من المخزون تبعه. صحيح. من اللي مخزنه، طب إذا نحن ما أعطيناه شيء مفيد من وين بده يحرق؟ شو بده ياخذ؟ من وين بده ياخذ طاقة؟ لهيك كثير مهم ناخذ نحن وجباتنا
مثل كأنه عم ناخذهم خلال 24 ساعة، ثلاث وجبات رئيسية مع سناكات بقلبهم، وجبات متكاملين، منن عاليين بالسعرات الحرارية، معتدلين بالسعرات الحرارية، وتكون وجبات صحية. وجبات صحية بس ننتبه للكمية، لأن في ناس خلاص بيتكلوا أنه وجبات عم باكل صحي، أنا مرتاحة أنه على صحتي، منتبه على صحتي، بس بضلهم ينصحوا، لأن ما بيكونوا عم ينتبهوا من الكمية اللي عم ياخذوها أو السعرات الحرارية المخفية بقلبهم الأكل اللي عم ياخذوه. طيب روى، الأشخاص اللي بدهم يحددوا نوعية المأكولات اللي بده ياكلوها خلال الكم ساعة اللي بحق لهم ياكلوا فيها كل شيء، هل يا ترى لازم نرك أكثر على البروتيين ونحذف الكربوهيدرات كرمال ما ننصح، أو لا لازم نعمل مجموع من كل الأطعمة والأغذية؟ أكيد بدنا ننتبه لكل العناصر الغذائية تكون موجودة، لأنه النشويات هي المسؤولة عن مصدر الطاقة الأولية. يعني خلال هول 16 ساعة، أول 8 ساعات بيكون جسم عم يحرق من اللي أكلهم خلال هول 8 ساعات، بيجي عنا 4 ساعات عم يحرق بس من الجلايكوجين اللي هو المصدر الأساسي النشويات والسكريات. إذا نحن قطعنا له هول النشويات والسكريات، من وين بده يرجع ياخذ أول مصدر طاقة؟ حتى القلب والدماغ هو مصدر الأول للطاقة، هو النشويات. كرمال هيك نحن بنقول لهم إذا عم تعملوا كيتو وقت يقطعوا النشويات كليا، ما تطولوا أكثر من أسبوعين ثلاثة، لأنه بصيروا عندكم دوخة، دقة قلب سريعة منا منتظمة، بصير في كثير مشاكل، لأنه صار في نقص طاقة. يعني الجسم صار بده عن جد يتعب ليلاقي هيدي الطاقة، وما كثير بيتحملها الإنسان هيدا المجهود. لهيك مفروض يكون في نشويات كرمال نأمن الطاقة، مفروض يكون في البروتين لنأمن الشبع خلال هال 16 ساعة، وننتبه أهم شيء للدهون تكرمال ما نكون عم نزيد كثير سعرات حرارية. الرياضيين قد ايه بيستفيدوا من الصوم المتقطع، مع العلم انه هن بحاجة لبروتين أكثر ولكاربس أكثر؟ هلا بتختلف انواع الرياضيين شو الهدف تبعهم بيكون. الرياضيين بس اللي عم بيمارسوا الرياضه ليخسروا وزن، هذا الشيء كثير بيساعدهم، لانه بنكون نحن عم نصرف من الطاقه مثل ما قلت اللي هي مخزنه بالجسم، وهن هدفهم دجا انهم يخسروا من المخزون بالجسم. واكثر شيء الدهون المكدسه اللي بنسمعها انه بدي شيل شوي من خواصري من بطني، هول المحلات اكثر شيء مشاع انه بجمعوا خاصه عند الستات، صح؟ فهول اكثر محلات بيكون هدفهم انه يخسروا الوزن منهم او الشكل يغيروا منهم. لهيك الرياضيين اللي هدفهم يخسروا وزن، الصيام المتقطع كثير بيساعدهم، لانه بيكونوا عم يحرقوا بعد من المخزون، وغير انه يفضل يتمرنوا قبل ما يكونوا، يعني خلال ساعات الصيام قبل ما يبلشوا ياخذوا من الاكل، لانه هم بيكونوا عم بيساعدوا كمان على الحرق الزياده. اي بس في رياضيين، يعني في انواع اخرى من في رياضيين بدهم يكسبوا وزن وعضل ومسل ماس، في رياضيين كمان بدهم بيعتمدوا يمكن على الرجد او هيك، يعني بدهم يحرقوا اكثر، هودي كمان بنفس السيستم؟ لا، نحن اللي بيكون بده يزيد وزن اكيد ما بنفرض عليه الصيام المتقطع، بالعكس نحن عم نجرب نزيد كميه اكل. لهيك ما فينا نحصرها بثمان ساعات، صعبه شوي. يعني انا قبل ما بجرب اي دايت لحدا بجربه، يعني انت تحصري بس وقتك بثمان ساعات شوي صعبه، يعني اوقات الثلاث وجبات صعبه تاخذيهم، لانه بتكوني شبعانه، وانت خصوص اذا عم تلتزمي فيهم ككميه وكنوعيه اكل، صعب شوي تكون الكمية تقطع يعني بسهولة خلال 8 ساعات. لهيك اللي هدفه يزيد وزن أو اللي عم بيكون عم يتمرن لا يزيد من الشهية على الأكل ويأكل كمية أكبر ويغير من الشيب تبعه أو يزيد عضل كتير، أكيد بنبعد شوي على الانترميتنت فاستنج، بالعكس بنزيد سعرات حرارية على مدار ال 24 ساعة. نعم. عنا صديق برنامجنا ناجي من مصر بيطرح عليك السؤال، أنه الصوم المتقطع هو لازم يصير لايف ستايل، مود في بحياتنا، أو بس فترة زمنية بنعملها وبنرجع بنوقف؟ في ناس بس ترتاح على الانترميتنت فاستنج بتصير خلص، يعني ما بدها توقفه ابدا، عندها ساعات محدده بالنهار هي بترتاح، يعني وغير انه هو له فوائد كثير، بيعدل الانسولين، بيعدل هرمون النمو اللي هيك يسمى، يعني اللي باخر الشيخوخه، اللي بخفف من هر الشعر، بخفف من التجاعيد. فلا، في مدامات بحبوا هذا النوع من المود دو في، يعني بكفوا فيه ودائما ما بقى بيوقفوا فيه. وفي منهم بياخذوها بس مثل شوك للجسم لفتره صغيره معينه ليخسروا وزن وبيرجعوا للروتين الطبيعي على مدار كل النهار. اوكي،
بس هو صعب يمكن لو واحد يلتزم فيه، تخيلي ما فيك تظهري 16 ساعة وما بتعشي ولا شيء. إلا إذا على شورت بيريود يعني ويك إند ثلاث أربع أيام أسبوع هيك شيء يعني بتقطع. صح صعب مثل ما قلت عن جد صعب، إنه وقت محدد وبدي كثير تلتزمي عن جد، إنه خلص كسرتي نهار كأنك عم تكسري الصيام. فلا أفضل إنه تتعودي على هيدي الكمية خلال النهار كله، أسهل عليك وأسهل على المحيط. يعني مثل ما قلت إذا ظهرتي بتصير شوي ثقيلة، إنه ما في أشرب ما في آكل ما في أطيب، فهيك انت بتعملي بانيك لك انه انا لا عم بعمل شيء صعب. وفي ناس لا بترتاح، يعني بتصير تنقي هي الساعات اللي لها، يعني فيها توقف اكل للثلاثة الظهر يمكن، وتصير تاخذ اكل من 3 لل 11 او 12 بالليل. خلص هي بتعتبر انه انا بالنهار بالشغل ما بدي اكل، بدي اخذهم عشيه، بس روح على بيتي، بس روح عند اصحابي، بس اظهر. فهول الثمان ساعات انت فيك تنقيهم اللي بدك هن. بس مش الاكل بالليل بنصح اكل اكثر من الاكل بالنهار؟ بتضلك بالنهار في عندك حركه، عندك موفمنت. هلا هيك نحن بنسمعها كمان. مش مزبوط. هلا هو نحن المهم نلتزم بالكالوريز خلال النهار، ونوقف اكل بساعتين من النوم، مش لانه بنصح بس كرمال ما نوع شبعانين وكرمال ما ننزعج بالليل. يعني في ناس بيعملوا رفلو، اذا اكلتي ونمتي دغري بيعمل رفلو، بس اذا انت بعدك ملتزمه بالكالوريز وهيدا العشاء انت بحق لك تاخذيه، هيدي الكميه محطوطه انك تاخذيها، ما حيصير شيء. يعني في ناس اوقات بيجوك يمكن ضيوف على وقت العشاء، بلزموك انك تتاخر شوي بوقت العشاء، ما تروح عليك هيدي الوجبه كرمال ما تصير تعوديها بشيء ثاني، لان الواحد على الجوع بيفتح هيدا البراد بصير يطلع انه شو بدي اعبي معدتي هلا بهيدا الوقت. فلا افضل ياخذها بوقت متاخر ولا ينام جوعان. اوكي. لكل الأعمار الصيام المتقطع، يعني حتى للأطفال اللي بيعانوا من شوية وزن زائد ممكن يعملوا صيام متقطع؟ هلا بس يبلش الوعي شوي عند الأطفال، وهو إنه كيف تهتم بجسمه أو يهتم بجسمه، وعنده يصير فكرة عن الدايت، وعن جد يساعدوه المحيط تبعه وخصوصا الأهل والمدرسة مع مساعدة أخصائي التغذية. كتير بشدد عليها هيدا أنا، لأنه بيصيروا الأهل إنه لا أنا ما بدي أخذ ابني عند أخصائي التغذية لأنه بتصير تقعده بلا أكل، أو بنتي. فلا هيدا الفكرة غلط، بالعكس يعني مفروض هي الولد يعرف على جسمه، يصير يعرف يفهم على جسمه شو بده، شو بحاجة، شو مفروض ياخد، شو ما مفروض ياخد. يعني في كتير معلومات الولاد ما حيعرفوا ولا الأهل هيقدروا يوصلوا ولا الأهل، غير بهيدا العلاقة الحلوة بينه وبين أخصائية التغذية للطفل. فالأفضل أنه حسب الكيس تبع الولد ونحن بنمشي هون، في مشي الانترميتنت فاستنج إذا هو موضوع قابل وبيقدر، وفينا لا خلص نصير عم نعطيه العناصر الغذائيه الضروري ياخذها بوقت كامل مش بس خلال 8 ساعات. روى فينا نعمل ميكس اند ماتش دايت؟ يعني في انا اليوم اشتغل انه اعمل الصوم المتقطع بلس اعمل انذر دايت معه، مش ضروري كيتو، يعني في يكون انذر دايت بس مع بعضهم اكيد، او بتصير اصعب على الشخص. هلا بتصير اصعب، بس مثل ما قلت لك في ناس بيعتبروا الانترميتنت فاستنج لايف ستايل، انه خلص انا بس بدي هول ساعات اكل فيهم، فبتصير سهل كثير عليهم انهم يمشوا فيهم اثنين دايتس مع بعضهم. الانترميتنت فاستنج مع اي نوع دايت ثاني، يعني هن بس عم ينتبهوا لكميه او نوعيه الاكل اللي المفروض ياخذوها بهذا النظام وعم يحصروها بثمان ساعات، هيدا بس اللي بيتغير. اوكي. الحوامل والمرضعات قد ايه سيف يعملوا هيدا النوع من الصيام او من الدايت؟ اذا كانوا بمرحله سمنه فينا، بس اذا كان جسمهم البي ام اي تبعهم نورمال وهن كانوا حوامل او كانوا مرضعات، لا شوي بنفضل نبتعد عنهم، لانه بنخاف على انه يكونوا عم يفتقدوا اي عناصر غذائيه، او اذا خلال فتره الرضاعه كمان بنصير بنخاف على انه يخف المخزون الحليب، لهيك بنبتعد شوي عنهم. بس اذا كانوا بمرحله سمنه زايده الميت اكيد عم نحكي، فينا نمشي هيدا، بالعكس هيك بنكون عم نخفف عنهم كميه اكل، لانه بالسهره اكثر شيء الحوامل بصير يطلع على بالهم اكل، والاكل بالنهار بيعلي الانسولين وبينزله، فهون على هيدا البيك واللعب بالانسولين بصير يطلبوا اكل اكثر. لهيك بالانترميتنت فاستنج كثير بتخفف وبتعدل مستوى الانسولين، هيك بيكونوا هن قادرين ينتظموا اكثر بكميه الاكل اللي عم ياخذوها. يا عمي خليها تنبسط بهالحبل لو مره بحياتها او مرتين تاكل اللي بدها اياه، يمكن ما يصح لها دائما. روى اليوم بما انه فتحت سيره السمنه، السمنه هل هو مرض ام هو حاله مزعجة؟
هو مرض مثل ما قلتي مرض، وهو السبب الرئيسي لباقي كل الأمراض. يعني نحن هون هلأ بهيدا الوقت صرنا عم نسمع كتير إنه حبي حالك، لو أنت عندك شوي وزن زايد، المعبيات حلوين، هول الجمل أوكي حبي حالك، بس حبي صحتك قبل ما تحبي حالك. يعني هي السمنة هو مرض، يعني أنت عم تأذي صحتك قبل ما أنك عم تأذي شكلك. الشكل رباني يعني من عند الله، الواحد بياخد الشكل، بس الصحة من ايدنا. يعني السياره بس تعبيها بنزين متوسخ بدها توصل لمرحله توقف، جسمنا ذات الشيء ما هو عم يمشي على هذا الاكل اللي عم ناخده، الغذاء اللي عم ناخده. اذا اخذنا غذاء منه مزبوط حنوصل لمرحله حتبلش الامراض تبين. ودائما عندنا الامراض الوراثيه بتكون مخبايه او نايمه بجسمنا، نحن بنعطيها هذا الدافع لتوعى وتزيد. فلهيك السمنه اكيد اكيد مرض. وهلا كثير اذا بقينا هيك على هذا اللي عم نشوفه هلا، اللايف ستايل اللي عم نشوفه هلا، الاكلات اللي عم بتفوت جديد على بلدنا بدنا نجربها، مطعم جديد بدنا نجربها، الولد خليه ياكل بكره بيرجع بيخسرهم. اذا بقينا على هيدي الحاله كارثه، اكيد اكيد كارثه، حنوصل له بالامراض اللي حتبين وبصحه الناس اللي عم بتصير هلا على صغر. عم نشوف امراض كنا اخر ما بنتوقع انه نشوف بعمر الشباب هيدي الامراض. صحيح، بس كمان عم نشوف يعني هيك ثوره يمكن بعالم النظام الصحي، من الرياضه لاخصائيين التغذيه اللي هلا عم يطلعوا كثير، وهذا الشيء يعني هيك ببشر ان شاء الله خير. صح. حنكفي معك روى بالحديث ولكن بريك وبنرجع لكم مشاهدينا. شرفتونا. ومتابعين معكم مشاهدينا بشرفتونا، وبعد بضيافتنا روى أبو درغم وهي اختصاصية تغذية، وعم نحكي عن الصوم المتقطع. قبل الفاصل الإعلاني كنا عم نحكي عن الوزن الزائد. بدي أعرف منك روى، شو أضرار الوزن الزائد على الإنسان؟ هو الركيزة لأمراض القلب والشرايين، تصلب الدماغ، السكتة القلبية، الضغط، السكري، الكبد الدهني. يعني هول كلهم إذا نربطهم ببعضهم هو خصهم باللايف ستايل. يعني من وراء الوزن الزايد أو السمنة المفرطة نوصل دائما لهول الامراض. يعني الريسك كثير عالي بيكون اذا شفنا المسببات الاساسيات لهول الامراض. بيجي بالمرتبة الأولى هو الوزن الزايد، لأنه نوعية الأكل هي المحفز لهول الأمراض. أوكي. طيب روى، في وزن زائد مقبول وفي وزن زائد غير مقبول؟ يعني امتى لازم نقول لا خلص؟ هلا هذا السؤال دائما بنساله، وخصوصي على السفره، هيك وقت تكون في سفره اكل ويعرفوك دايتشن، اقول لك انا وزني مناسب لطولي، فدغري انا طولي هيك وزني هيك منيح. هون نحن ما فينا نجاوب عن جد. يعني الافضل انه يكون حدا متابع مع اخصائي التغذيه، هي حسب طوله وعمره تحسب له الوزن اذا هو صحي او غير صحي. بس هذا الشيء مفروض يكون شوي سهل على العالم انها تعرف اذا هو جسمه او وزنه صحي او لا، من نوعية الأكل اللي عم ياخدوه. يعني اللي عايش على الجنك فود واللي ما بياكل الأكل اللبناني، الأكل اللبناني كتير صحي. إذا بعيد شوي عن الأكل اللبناني، عن اليخانة واللحمة والمشوية بس تكون أكيد شوي خالية من الدسم، الزيت الزيتون. هلأ إذا فينا مرق شوي، بس فكرة صغيرة عن زيت الزيتون شوي نعطيها مثل تبس ونهبط البهجة يعني عند العالم. بس أنه ضروري نحكي عنها لأنه ما كتير عم يقتنعوا فيها الناس. بس إذا العالم بتاخد عن جد أكل مزبوط صحي، وهي بتكون مقتنعة أنه إيه أنا أكله صحي، هون المفروض يعرفوا انه وزنهم صحيا منيح. اوكي. بما انه فتحت سيره زيت الزيتون، ونحن بنعرف انه فوائد زيت الزيتون بالطبخ مثل ما ناكل زيت الزيتون على اللبنه او باي شيء، يعني بنحط عليه زيت الزيتون، شو فوائد زيت الزيتون اذا طبخنا فيه افضل من ما نطبخ مثلا بالسان فلاور اويل او الكانولا اويل وكل انواع الزيوت؟
هلا هو الافضل شيء زيت الزيتون، بس عندنا المشكله نحن انه بنكون على التليفون وجبلنا التبوله ومتخذين مع الحديث ويلا عم نكرب هالزيت، هون بتصير كارثه، بتبطل عم نفيد حالنا ونشوف شو الفوائد من زيت الزيتون، عم نصير نشوف ضرر بس ضرر. لو ننتبه بس للكميه، يعني في حتى فتره صاروا ينزلوا الدايتيشنز على ترند كانت على تيك توك كيف نساوي ساندويتش زيت والزعتر. صح. هي منا عم تعلم كيف نساوي ساندويتش زيت والزعتر، بس هي نحن عم نشوف كيف نتحكم بالكالوريز بهيدا الساندويتش، لانه عندنا الزيت اول شيء بدنا تكون ماسحين الساندويتش كله، غير انه قبعتين لمتلش وغير انك ترجع تكسري فوق الخبز هيدا اللي بتكوني محمصتيه فوقه. انا صراحه جربتها مره بس ما كثير عملتها لانه بتنصح. صح. وعندنا الزعتر بيجي فيه دق كعك وسمسم، يعني هول كلهم كمان بعد كالوريز زايدين، وغير هلا المكدوس صار يزيدوا، يلا صف مكدوس صف زيتون، يعني عن جد اوكي هن طيبين كثير، بس هو نحن بدنا نقرر يا يعني نلحق شو الطيب او نلحق شو الصحي. صحيح. يعني فينا يمكن ناخذهم بكميات معتدله، يعني يمكن بالاسبوع مره بالاسبوعين مره اتس اوكي okay، بس مش دائما. السمنه او الوزن الزائد مش من الأكل روا، من طريقة تعاملنا مع الأكل، هل هذا صحيح أو من حتى من التوقيت اللي عم ناكل فيه؟ يعني مش بس إنه لأنه أكلنا برجر مننصح، لأنه عم ناكل برجر كل يوم عم ننصح. صح؟ صح. حبيبة بدي أعترف بشيء، إنه عن جد يمكن في حق كتير كبير على الدايتيشنز انه نزعوا هيدي العلاقه بين الدايتيشن وبين الكلاينت، يعني صاروا يخافوا اذا طلع وزنهم بيكون يمكن في مشكله صحيه، ما بيسترجوا يروحوا يقولوا لانه انا طلع وزني، لان حتقلهم انه انتم غلبطتوا، انتم اكلتوا هيدا الاكل، انتم عملتوا، انتم ما التزمتوا، بس لا، في اوقات عن جد بيكون في مشكله صحيه او سبب نحن ما عرفانينه، بدك بالفولو اب، بدك بالمتابعه اليوميه تكتشف شو هيدي المشكله. لهيك المعلومات بعدها كثير خاطئه عند الناس، بعض المعلومات اكيد انه انا اذا اكلت هيدي البرجر يعني انا فكست الدايت خلص ما بقى حكفي فيه لانه اكلت اكل منه صحي، طب اكلت هيدي البرجر طب شو بيأثر اذا ثاني نهار رجعت للدايت؟ يعني ما حيصير شيء، او بتصير تحط تشيت داي يعني تنزع كل نهارها تاكل بذات نهار برجر مع كراب او وافل وتاخذ كنافه الصبح منقوشه عريق، طب لا انا اذا مرقتهم هول وحده وحده كل يوم ما حيصير شيء، لانه بدنا نتعود على الدايت يكون شيء سهل لايف ستايل تبعنا، ما نقطع شيء لما نرجع نطلبه بكميه اكبر. اوكي. بما انه سيري وانذكرت وقلت انه في اخطاء شائعه عم بتصير بعالم الدايت، يا ريت بتنوهينا عن بعض الاخطاء الشائعه بالدايت. اوكي. اول شيء في بنسمع انه الخبز الشوفان هيدا اول ستيب بالدايت بضعف. انا وقفت خبز ابيض صرت عم ناخذ خبز مش عارفين نفس الكالوريز، عرفتي كيف؟ بصيروا ياكلوا ثلاثة بتشوفي وقعتهم بتكون يعني الربطة ما بتقديهم يوم او يومين، هو الكمية بتفرق والكالوريز بيفرق حسب شو نوعية الخبز، بس كلهم فيهم كالوريز وكلهم بنصحوا، بس بدنا ننتبه للكمية اللي عم ناخذها على كل وجبة، وغير انه شوي نفصلهم النشويات عن بعضهم، يعني إذا عم ناخذ على الوجبة بطاطا أو رز أو معكرونة أو نوع من اليخان نجرب نبعد عن الخبز، يعني ننقي نوع واحد، لأنه أكثر من نوع عم نصير نفوت كالوريز كثير، وغير انه بصير يعلى الأنسولين بتصير هيدي الكمية ما بقى تكفينا وبتجمع بالخواصر والكرش، وهذا أكتر شيء نسمع أنه شو بد كيف نشيل هالكرش. هيدا واحدة من الأغلاط الشائعة. الغلط الثاني الفواكه على الريق. في ناس كتير بيقولوا أنه أنا ما إلي نفس الصبح على الترويقة، وهي أكبر غلط الفواكه على الريق. صح. ما إلي نفس على الترويقة الصبح، بوعة ما إلي نفس، بدي أخذ هيك حبة فواكه بس لبلش نهاري بطاقة. الفواكه هي سكر، السكر الطبيعي بدي يعلي الإنسولين، بيعطينا طاقة أول نص ساعة وشوف بعد نص ساعة كيف من جوع، ولهيك اذا بتسمعوا انه انا في ناس كثير ما بيحبوا يتروقوا لانه بتفتح شهيتهم كل النهار بخافوا من الترويقه، بس لما تيجي تشوفي شو هي هيدا الترويقه اللي عم ياخذوها بتعرفي انه نوعيه هيدا الترويقه هي اللي عم تسبب لهم هيدا الجوع المستمر كل النهار. لهيك الفواكه على الريق منا منيحه، بنجرب نروح اكثر على نشويات مع بروتين، نشويات معقده كرمال ما كثير تعلي الانسولين، مثل شو؟ الخبز الاسمر، التوست الاسمر، الفرنجة السمراء، يعني اي نوع خبز ما بخوف، حتى لو اخذنا الخبز الابيض اذا حطيناه لجبنه او لبنه
او حبش، بيض، فول، حمص، ما حيصير شيء. ما هيدا ترويقتنا اللبناني يعني. طب اذا بدنا نعمل شويه دايت ونرجع نوقف، بس نوقف شو بدنا نعمل؟ بنرجع نزيد. لا، نعرف ناخذ هول بكميات معتدله لنقدر نكفي ونستمر بهذا الدايت، مش ننزل كثير نرجع نزيدهم مره واحده. كثير بنشوفها هيدا، وهيدا النزله والطلع ما بتكون لصالحنا ابدا. يعني بنوصل لمرحله جسم ما بقى بيجاوب مع الدايت، بصير بدك تجربي وتجربي وتعطيه وقته مع سبور زياده وشرب مي والف شغله لترجع تقدر تبلشي تخسري وزن. فهول كتير عن جد التبس بيساعدونا، وياريت بيوصلوا وبيقتنعوا فيه العالم، لأنه العالم خلاص تعودت أنه دايت حرمان، دايت أساس. بدي وقف هيدا، بدي امتنع عن الحلو، يمكن بدي وقف نشويات، بس اشرب ماي، بس أعمل هيك. فعن جد هلأ منيح انه السوشيال ميديا، الاخبار الخاطئه شائعه من زمان، بس هلا منيح السوشيال ميديا صارت عم تعطي المجال للدايتيشنز انه يزبطوا او يوضحوا هالافكار، بس على العالم تسمع وتقتنع وتقتنع بالدراسات. لانه بيقولوا لك انه شو هلا جايين يتعلمونا هالدراسات، هن دراسات هن بيعملوها. فبس عن جد يا ريت بيسمعوا الاخبار الصحيحه وما يقتنعوا دغري، ويعرفوا يفرقوا بين انه خساره الوزن تجاريا او خساره الوزن صحيا. اوكي، ذكرتي جبنه، لبنه، كل مشتقات الحليب، يعني نحن كثير بنستخدمها هون بالشرق الاوسط، قد ايه صحيه وقد ايه لازم ناكلها؟ صحيه، هي اكيد صحيه، هي طريقتنا يعني الترويقه اللبنانيه. كل يوم فينا ناكل جبنه ولبنه؟ فينا اكيد كل يوم، هلا هو التنويع اهم شيء. يعني نحن بنجرب نقول لهم انه يكون دايت لكم متنوع كرمال ما تزهقوا. يعني في عندك الجبنه، عندك اللبنه، اللبن، البيض، الفول، الحمص، الفته، الكشك، هلا المناقيش. طب انه المناقيش ليه غلط؟ اذا اخذنا عجينه سمراء ورققنا شويه العجينه ويمكن عرفنا شو كيف ناخذها مره بالاسبوع ما حيصير شيء. فايه ما بيأثر اذا اخذناهم بشكل يومي، ما هيدا ترويقتنا. يعني اذا ما تروقناهم ما نصير نلجا للترويق اللي بياخذوهم اللي بنشوفه على السوشيال ميديا. صحيح. يعني في ناس بيقولوا انه هيفا تروقت شوفان مع حليب وقلوبات وفواكه، ببلشوا ياخذوها بشكل يومي، وامتين بلاحظوا الفرق، بس يبلش البنطلون ما يبكر. هن ما بيكونوا شايفين انه هيفا يمكن مره بالشهر اخذت هيدا الترويق او حبت تصور هالمره بالشهر. عم تسالنا رشا من مصر انه اي متى فيها توقف اكل، اي ساعه بالليل صار فيها توقف اكل، وشو اللي لازم تاكل بالليل؟ هلا مثل ما قلت انه يوقفوا الاكل قبل بساعتين من النوم، بس لتقدر يصير عمليه الهضم برياحه، وكرمال ما توعى ثاني نهار شبعانه او مزعوجه من الاكلات اللي اخذتهم قبل بليله. خلينا ننوه انه بمصر بيناموا كثير مؤخرين، يعني 4-5، يعني هذا الشيء يعني كمان بيزيد من انه يوعوا الصبح مزعوجين او مضايقين بالاكل او شبعانين، وهيك بس نوعا شبعانين ما لك نفس تتروقي، فبيتلخبط النظام كله. اذا بلشي من اول نهار بغلط بكفي النهار غلط. لهيك افضل ساعتين قبل النوم. المهم تكون منتبه على الكالوريز خلال كل النهار، يعني نحن مش بس ننتبه للسهره، بننتبه كل النهار من الصبح. يعني يمكن بتوعى الصبح هلا بنسمع فيها كثير على سندويشات الاولاد، قرشه أول قرشة من كل ساندويتش، هول كله بينحسبوا، يعني ما في غير المي نحن ما بنحسبها بكالوريز، باقي كل شيء. الجزر قال بنصح؟ كميته بتنصح، منيح اللي سألتي. بعدني عم بجرب بقول لهم إنه ما في أكلة بتنصح وأكلة بتضعف، في كمية على مدار النهار اللي عم ناخذها، هي اللي بتنصحنا وهي اللي بتضعفنا. المكملات الغذائية أو بس يكون معنا نقص بشوية فيتامينز أو هيك وناخدهم، قد إيه صحيحة إنه ناخدهم دايما وقد إيه بتنصح؟ هلا المكملات الغذائيه نادرا ما تنصح. وقت نشوف نحن مرض مسببه نقص بالفيتامينز بنلجا لفحص. هذه المعلومه كثير بدي دقق فيها وعيدها، لانه في ناس بيلجأوا للفيتامينز بلا فحوصات. كثرة الفيتامينز بالجسم تعمل أمراض جديدة، يعني زي تخيل ناقص. فأفضل ما يلجأوا للفيتامينات بدون فحوصات بتشير أنه في نقص بهذا الفيتامين. صحيح. إذا تاخد بكمية معتدلة من الأكل بيقدروا يمكن يحلوا هذه المشكلة، بس في أوقات لا، بيكون عندهم عن جد نقص كتير كبير بالفيتامينز، بدهم يلجأوا للدواء أو المكمل الغذائي، وهون الحكيم هو اللي بحدد. يعني ما يتكلوا على الصيدلانة أو إنه جارتي عم تاخذ هذا الفيتامين ساعدها ليطول شعرها أو ساعدها لتضعف أو شيء. فالأفضل يلجأوا لحكيم
بفحوصات دم هو اللي بيقول لهم اذا ياخذوا فيتامينات او لا. هن مش عارفين انه كمان كثرة الأدوية بتأثر على الكبد وبتأثر على الكلاوة، يعني لازم ياخذوها من طبيب مختص عبر الفحوصات الدم مثل ما ذكرتي روى. روى كثير ترندنج هلا عم نسمع بنوع دايت جديد اسمه دايت البرتقال الأورنج، سمعتي فيه؟ شو هو هيدا؟ كان من قبل دايت الكيوي. الكيوي انشرح عنه انه ما بيسوى، كان من قبله دايت المانجو كمان انشرح عنه انه ما بيسوى، هلا نزلنا بالبرتقال. يعني هول الدايتس ما انهم ستيبل، ما فيك تكفي فيهم، يعني اذا هو كل نهار كل نهار عصير ليمون بصير معهم قرحة صح، هيدا شيء يعني لك وينهم، انه معلومات نحن بنعرفها، اول شيء اللي عندهم اسيد بالمعده وين بيصيروا؟ كله سكر، يعني نحن الاورنج جوس بس بدنا نحطه خلال الدايت بنحط ماكسيموم كبايه، فكيف انت عم تاخذي كل نهار هيدي كميه السكر؟ وطب اذا انت قدامك حدا عم ياكل برجر مثلا ويشهيك بالبيتزا او باي نوع اكله بتحبيها وانت بس قاعده عم تاخذي عصير كل النهار، قد ايه حتقدر تهدي؟ ذكرتك بحدا؟ في حدا من اصحابك عملها؟ مش عم تقدر تهدي. يا لطيف. طيب بما انه في كثير معتقدات حكيتي عنها خاطئه عن الرجيم، شو هو الرجيم المثالي او الدايت المثالي للشخص اذا بده ينزل وزن؟ ينزل وزن. هلا اذا في حاله صحيه يفضل يتابع مع اخصائيه تغذيه ويبتعد عن هول الدايتس الستاندردز على السوشيال ميديا او على جوجل اللي بتعطيها انه هاي الكميه خذها، لا كل جسم له كميه محدده حسب نسبه الحرق تبعه، حسب طوله، حسب عمره، حسب الوزن تبعه. الدايت الافضل هو يكون النظام الغذائي المتوازن اللي فيه كل العناصر الغذائيه، 3 وجبات بالنهار مع سناكات لما نجوع، لما نلجا لقمشات تكون عاليه بالسعرات الحراريه، ما نمتنع عن اي شيء بنحبه نحن كرمال ما نوصل لمرحله كل شيء ممنوع مرغوب بنصير نرغبه بشكل اكثر وناخده بكميه اكثر، وهيدي النزله السريعه منا لصالحنا، ما ينبسطوا، يعني اللي جمعوهم بشهر واثنين هلا خصوصي بعد الاعياد، اللي تجمعوا بفتره طويله منه منيح الا انه نخسرهم باسبوع او اسبوعين، حتوقفوا هالاسبوعين هيدا النوع من الدايت حترجع تزيدوهم، لهيك خلوا الدايت تبعهم لايف ستايل، عن جد هيدا نداء انه حسنوا فكره الدايت منه حرمان، ما تكونوا ممتنعين عن شيء بتحبوه، خليه بس الالتزام بكميه الجسم بحاجتها ونوعيه الاكل اللي انتم عم تاخذوها، بس تلتزموا بهول الاثنين مع مساعده اكيد اخصائيه تغذيه لتعطيهم كامل المعلومات بيمشي الحال، منا الحاله منا عقده او صعبه هالقد، بتاخذ وقت صح، بس انت لتزيدي هذا الوزن كله اخذت معك وقت، يعني ما بيأثر انه طلعنا عملنا بس انه لا بدنا ننزل بسرعه، فلهيك خلي شوي هيدي الفكره تكون اهين او اسلس عند العالم انه الدايت لايف ستايل منه قصص. بما انه ذكرت الدايت لازم يصير لايف ستايل بحياه الصبيه او الشاب يعني ان جنرال، فينا ناخذ لايف اكزامبلز مثلا، شو لازم نتروى؟ شو السناكس اللي لازم ناخذها؟ شو الغداء؟ شو العشاء؟ ليكون مود دو في بحياتنا وما نصير يويو، يعني ننصح نضعف ننصح نضعف. هلا انا دائما بالخبز بلجا لكل حدا شو بحب نوع الخبز، بنحط نوع الخبز اللي هو بحبه، او فينا ننوع بالتراويق، يعني كان فرنجي او كان توست او كان خبز ساج او شوفان او اسمر او ابيض، كل واحد بحب نوع خبز، فنحن اذا نقينا واحد من نوع هو الخبز وزدنا له نوع بروتين مثل الجبنه، الحبش، البيض، الفول او الحمص، الزعتر، في ناس بحبوا بس زعتر الصبح، الكشك، اللبن، نقي كمان نوع من هول البروتين مع كميات اكيد تكونوا حاسبينها قد ايه، ونوع دهون صحيه مثل الافوكا، الجوز، زيت الزيتون، كمان بكميات بننتبه لها نحن قد ايه، هيك بنكون خلصنا الترويقه. اوكي، بس انا سؤالي دائما عن الخبز، يعني اليوم شوفان او ابيض بنعمل نص نصة او كامله؟ كملها، قد ايه حتكون عائده انه نجي نقص الأبعه؟ خلص انه انا ملتزمه بهيدي نص أبعه، والنص أبعه قد ايه حتشبعك؟ صح، يعني لا بس مع البروتيين ممكن تشبع وشويه خضره. صح، بس انه شوي ثقيله انه تجي هالقد تحدي من الكميه، أوكي. يعني النص أبعه او أبعه، اذا هيدي النص الثاني اللي بدنا نزيدها يمكن شلنا بداله ملعقه رز، ملعقه الطعام رز عن الغداء، انه لا انبسطي بالساندويتش تكون كامله، وهيدي الملعقه اوكي ما فينا نسامح وياها. نسامح. اوكي، بنكمل. بنرجع بنروح للسناك، بنقي شيء تمر، بسكويت،
بس ننتبه للكمية، يعني في تمر بحبوا التمر بيطلع بيمكن 10 حبات تمر، تمرتين تمرتين، حبتين بسكوي، حبتين رايس كيك، يمكن كوب بوشار، كوب ترمس، كعكة، يعني في كتير options اللي بحبوا فيهم يهني ينقوا، بس إنه ننتبهوا للكالوريز اللي فيهم. حتى فينا نلجأ للبارز اللي منلاقيهم هلأ، الجرانولا أو الشوفان مع اللوز والعسل، صار في كتير سناكس صحيات، بس ما إنه خلص صحي ناخد كمية كتير كبيرة، ننتبه كتير كتير منيح للكمية. نرجع منروح للغداء، الأكل اللبناني يعني اللي موجود. بسمع كتير أنه أنا ابني عم يعمل دايت بس أنا ما فيه يسوي أكل إلي وأكل تاني لابني، لا، هو الأكل اللي موجود بس يعرفوا ياخدوا الكمية اللي بحاجتهم جسمهم سوري. ونرجع منروح لتاني سناك ناخده فواكه، يعني أنا بفضل يكون تاني سناك فواكه، لأنه تكوني مرقتي ألياف وسكر طبيعي لجسمك، وغير انه يكون بعد الغداء بعد عندك عشاء، يعني الفواكه شوي بنحسه بجوع لانه بعلي الانسولين لان فيه سكر. هيك بعد معك العشاء انت قادره تاخذيه، بس اذا اخذناه بعد العشاء او قبل الترويق حينزعلك نهارك، وبعد العشاء حيبطل عندك شيء تاخذيه، حتصير تجوعي وتفكسي الدايت، تصير بدك تزيدي وجبه. لهيك خلي الفواكه حصه تكون يا كوبين، الكوب اللي بنصب فيه لبن، الكوب يا كوبين او حبه، حبة متكاملة، بس ما أكيد حبة أناناس أو حبة مانجا أو حبة قشطة، دايماً بس قلنا حبة بينبسطوا إنه حبة مانجا حبة، لا الحبة الصغيرة عم نحكي كفوة كتفاح أو البنانة أو حيا الحبوب صغيرة تكون حصة بالنهار. ونهار اللي بياخدوا شوكولا ما بقى ياخدوا فواكه، هيك بيكونوا نقوا سكر، نوع سكر واحد، يا السكر المضاف أو السكر الطبيعي، وبنوصل بالأخير للعشاء يكون شيء سهل، يعني آخر النهار ما حدا حيجي يطبخ. تونة سالد، تونة سالد، كراب سالد، يعني عنا كتير أنواع سلطات هلأ فينا نلاقيهم، بس بننتبه للدريسنج تبعهم كتير، بننتبه لأنه بصيروا يزيدوا اشياء كرمال الطعمه، بس ما بننتبه للكالوريز اللي عم تنزاد. او شيء ساندوتشات سهله وسريعه، يعني ما يعقدوا العشاء هالقد، خلي التعب للغدا، الوجبه الرئيسيه الغدا ياكلوها ويشبعوا ويروحوا للعشاء، هيك شيء خفيف تيكونوا قدروا يهدوا لتاني نهار وكرمال ما يلقمشوا بالسهره. اورايت روى ابو درغام اختصاصيه التغذيه، شكرا كثير لوجودك معنا، وشكرا كثير لنصائحك. ميرسي لكم، يعطيكم الف عافيه. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصلوا على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.